رجل شجر رأسه، احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين الأطهار. مشاهدين الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية هلا سألوا عبر قناة القرآن الكريم، لنجيب على أسئلتكم الفقهية والدينية. أسعد باسمكم جميعا بالترحيب بشيخنا الفاضل شيخ أبو عبد السلام، مرحبا بك بيننا. وبكم أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا شيخنا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. موضوعنا لهذه الحلقة: المرفق العام أو المرافق العامة نظرة مقاصدية. شيخنا شيخ أبو عبد السلام، لقد أولت الشريعة الإسلامية عناية بالغة للمرافق العامة، وذلك لما يعتريها من حفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية بكل أنواعها، كيف لنا أن نبين هذا الاهتمام البالغ من قبل الشريعة الإسلامية للمرفق العام من خلال آية الذكر الحكيم ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله. المرفق العام كالمرفق الخاص، ولكنه من حيث المنزلة والسبق في الحفاظ على أحد المرفقين، المرفق العام مقدم على المرفق الخاص، وهذا يتبع المصلحة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، بحيث لو تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة لألغيت المصلحة الخاصة من أجل تقديم ورفع منزلة المصلحة العامة. لما ينتج عن ذلك من النفع العام، لأن المصلحة الخاصة تحقق منفعة لصاحبها في مكان ضيق وفي زمن ضيق وفي مساحة ضيقة، وقد يستفيد معه عدد معين من أفراد أسرته. أما المصلحة العامة فهي مما تعم به المنفعة عموم الناس، عموم المجتمع، عموم الأسر، عموم الحي إذا كان المسألة متعلقة بالحي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول مرفق عام نبه إلى ضرورة الحفاظ عليه وإعطاء حقه الطريق العام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، فإذا كان لم يكن لنا بد من ذلك، يعني لا بد من الجلوس، ما عندنا مكان نجلس فيه إلا هذا الطريق العام. فقال: إذا كان ولا بد، يعني إذا أبيتم إلا، فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أول حق من حقوق الطريق غض البصر. معناها الإنسان عندما يكون في المرفق العام لا يكون جاسوسا تتتبع عينه وتتبع أذنه كل حركة وكل همسة لمن مر به أو أجرى حركة أو قام بمهمة إلى آخره، فهو يتتبع وينقب. لا، المؤمن ليس من طبعه تتبع حركات الناس والحساب عليهم هذه الحركات وما إلى ذلك. فلذلك رب سبحانه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الحديث. إذن نهى عن التجسس، عن استعمال الأذن فيما لا يخصك. وحنا عندنا حديث جوهري في الباب: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه معناه لا يتحدث عنه، لا ينظر إليه، لا يتتبعه بنظراته وبتجسسه وباحتساسه بالأذن وما إلى ذلك. أمر لا يعنيه يتركه، يتركه لأصحابه. ليس معناه كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه:
إياكم أن تختبئوا وراء قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا، بل الإنسان يوطن نفسه على الحق الثاني من حقوق الطريق اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معناها إذا رأيت فسادا يفعله الناس، إذا رأيت منكرا يأتيه الناس، إذا رأيت معروفا مقدورا على فعله متروكا لا يبالي الناس به، إذا رأيت معروفا مؤكد يعني من المسلمات من البديهيات في الحكم الشرعي ولكن الناس يعزفون عنه، فلا تسكت ولا تبقى مكتف الأيدي وتقول أمر لا يعنيني، لا، هذا أمر يعني كل واحد، معناها يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو بكر الصديق لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو يوشك أن يسلط الله عدوكم فتعملوا مجهودكم على أن تنتصروا عليه فلا تنتصروا. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، هذا حق المرفق العام، هذا الطريق. عندما ترى إنسانا يضع شيئا يكون معرقلا لسير الناس كما من يركن سيارته على الرصيف، الرصيف مصنوع للمشاة، مصنوع لمشي المشاة، يعني الناس يمشون في أمان، مش فقط يمشون، يمشون في أمان، يعلم المشاة أن هذا الرصيف خاص بهم ولا خطر عليهم من سير حركة المرور، حركة العربات. لكن عندما يركن الناس سياراتهم على الرصيف أين يمشي الناس؟ لو أن الناس خذوا موقف يمشوا على الرصيف، وجدوا سيارة ركبوا عليها مشوا عليها وهبطوا من جهة أخرى، صاحب السيارة هذا يعجبه يسكت عنه؟ لا يعجبه، مادام لا يعجبك لماذا تركن سيارتك هناك؟ إذن كل شيء له ميزانه مقداره حده. المرفق العام هذا اللي هو الطريق ينبغي أن يخصص لما خصص له، لما وضع له، لما صنع له، لما أجري له، فيه جهة خاصة بسير السيارات. المشاة لا يجوز لهم أن يمشوا في مكان السيارات لأنهم يعرضون أنفسهم لخطر الصدم. أصحاب السيارات لا حق لهم أن يركنوا سياراتهم وأن يمشوا في مكان مخصص للمشاة. لو أن كل إنسان احترم مكانه وما أعطي له ما فيش مشاكل، ما فيش صراعات، كل واحد يعرف حده يعرف مكان. في حدائق عامة، يعني حدائق تتحول إلى كمامات من الأوساخ من الأزبال أكرمكم الله، يعني هذا ما أنزل الله به من سلطان. الحدائق عبارة عن حدائق، يعني بساتين تزينها الورود، تزينها الأعشاب الخضراء، تزينها ما يعطي البصر قوة. احنا مما يعطي البصر قوة ويحافظ عليه قالوا الوجه الحسن والزرقة والسماء، يعني أو الماء والزرقة والخضرة. فإذا كان الإنسان أينما اتجه يجد بساط أخضر هذا مما يقوي بصره، ولكن إذا ما نظر يجد كمامات كمامات من الأوساخ ويشم روائح ما يقدر على تنفس بها فيها، فهذا اعتداء على المرفق العام. صحيح، هذا هو الاعتداء على المرفق العام. المرفق العام كل إنسان يحترم. إذا تجد الإنسان تمشي في طريق تجد إنسان يلا مخرج أنبوب من الماء من بيته. شيخنا، ما هي أهم النقاط الأساسية التي يتوجب على المؤمن أن يلتزم بها من أجل الحفاظ على المرفق العام؟ إحنا يعني العلامة الكبرى أو المنهج الأكبر هو القانون، لأن هذه المرافق العامة في نصوص شرعية عامة يعني تتصف بالعموم في توجيهاتها، اعطي الطريق حقه، هذا عموم. جاء نوع من التفصيل، شيء من التفصيل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر وما إلى ذلك، نعم
لأنك لما تجلس في الطريق هذه امرأة تمر، هذا رجل يمر، هذا إنسان قضى ومشى ويحمل في يده مشترى لبيته، هذا طفل ربما يحمل شيئا وجميل ووسيم إلى آخره. إذا كانت نظرات الناس تتبع حركات الناس، أولا هنا مرض الحسد ينتشر ويسيطر على القلوب، لأن كثير من الناس لم يعطوا من هذه الحظوظ فتجد يحسد من أعطيها. إذا رأى طفلا جميلا يتحرك ويلبس جميلا إلى آخره، يلا عينه تخرج فيه يعينه. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال لو إن إنسان زار مقبرة وأقسم أن أكثر من نصف من فيها ماتوا بالعين لما حنث، لأن العين كما قال في, الـ في, الـ في, الـ في, الـ في الأثر تدخل الجمل في القدر وتدخل الرجل إلى القبر. صحيح. هذه العين من أين تأتي هذه العين؟ من هذه الجلوسات في الطرقات، من هذا التتبع إلى حركات الناس، إلى أنواع الناس، إلى أصناف الناس، إلى ملابس الناس، كل هذا من شأنه أن يعتدي به المرء على حق الطريق اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عامة. لكن القانون الوضعي فصل في ذلك بحيث ينص بنصوص صريحة واضحة: يمنع من عنبات الجلوس في المكان الفلاني، يمنع من عنبات ركن السيارة في المكان الفلاني، يمنع من عنبات تبذير الماء في الطريق العمومي لأنه فيه الوسخ وفيه الرائحة وفيه الأثر السلبي وفيه الزيوتات وفيه كذا، يعني ولكن نحن تجده يخرج أنبوبا من 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 بيته وقد ركن سيارته أولا على الرصيف، يعني أغلق الطريق على المارة، ويزيد يحرجهم بتدفق الماء هذا بشكل قوي، يعني معناها يزعج المارة، يتخوفون على ثيابهم، يتخوفون على أنفسهم، يعني يبحثون لأنفسهم أين المكان الذي يمر فيه ويأمن ويسلم. إذن هذا اعتداء على المرافق العامة. المرافق العامة هي من المصالح العامة، احنا عندنا المقاصد الشرعية المصلحة، كلمة المصلحة، لأن المصالح عندنا المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، هذه تجتمع فيها قضية الحفاظ على المرافق العامة، تجتمع فيها المصالح كلها الضرورية والحاجية والتحسينية. صحيح. عندما تجد الإنسان هل هناك بيت ليس له طريق للدخول والخروج منه؟ ما فيش، يجي واحد بسيارته يغلق عليه الطريق، أو اعتداء عليه، هذا اعتداء على حق الخاص والعام. صحيح. هذا إنسان عنده يعني يخرج يذهب إلى العمل، وفي الذهاب إلى العمل كاين طريق يسلكها ويسلكها وهو آمن على حياته، آمن على دمه، آمن على ماله، آمن على عرضه. فإذا وجد في الطريق عصابات ترصد حركة الناس وتعتدي عليها بالسطو وما إلى ذلك، هذا اعتداء على حق المرفق العام. إذن لابد من توفير الأمن العام والحفاظ على المرفق العام، والإنسان الذي يعتدي على المرفق العام ويفسده ويتلفه ويعطله أخطر عند الله تعالى من الاعتداء على المرفق الخاص. لأنك لما تعتدي على حق عبد، أو عندك عبد واحد معين يوم القيامة يحاسبك هو برك، وهذا لما تعطيه حقه من الحسنات نتاعك خلاص تسلم، لكن لما تعتدي على المرفق العام، على المصلحة العامة، كل العامة، كل الأمة تطالبك، لأن كل فرد من أفراد الأمة له الحق في ذلك المرفق. فإذا اعتديت عليه كما يفعل بعض الناس، يستولي عليه، يعني يضع حواجز، يضع معناها جدران، يضع موانع للاستفادة من المرفق العام، واللي يعني كأنه مرفق خاص، يصيره مرفق خاص، يجي وضع طابلة للبيع والشراء، خلاص هو غلق طريق على الناس واستحوذ على شيء مرفق عام. هذا يحاسب يوم القيامة عند الله تعالى
على كل فرد من أفراد الأمة يأخذ حقه منه. تعال إلى هنا، قطعت علي الطريق بوضعك لتجارتك، بوضعك لسيارتك، بوضعك للماء الذي دفقته وحرجتني ولم تترك لي فرصة يعني حقي في الأمن والأمان من في العبور. كل هؤلاء من الأفراد الأمة يحاسب عليهم ويعطيهم حقهم من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحت عليه سيئاتهم. وهذا هو المفلس الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم ولا دينار له. قال: لا، ليس هذا هو المفلس. المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصدقات وما إلى ذلك من أفعال الخير، لكن يأتي وقد شتم هذا واعتدى على هذا وأكل حق هذا واعتدى على عرض هذا إلى آخره، فيأتي هذا ويقول: يا ربي حقي من هذا، فيعطى من حسناته. يأتي هذا ويعطى من حسناته، فإن فنيت حسناته وما زال الناس يطالبون بحقوقهم تطرح عليه سيئاتهم، في النهاية يجر إلى النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس. الله، اللهم افتح أمامنا أبواب جناتك يا رب العالمين. شيخنا الشيخ أبو عبد السلام، شكرا لك على هذه الإجابة والإفاضة في المرفق العام وأهمية هذا المرفق في الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وحفظ المال وما إلى ذلك. أخي أبو بكر، هل هناك مكالمات هاتفية للمتصلين لنجيب على أسئلتهم خلال هذه الأمسية؟ الرجاء من مشاهدينا الكرام الاتصال بنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أو عن طريق البريد الإلكتروني هلا سألوا @untv.tz أو عبر الصفحة الرسمية لقناة القرآن الكريم الجزائرية أو عبر جهاز الناسوخ 021-37-41-21. إذن شيخنا الشيخ أبو عبد السلام، نستمع إلى ليندا من تيزي وزو. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أختي ليندا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم أختي ليندا. السلام عليكم الشيخ أبو عبد السلام. تفضلي تفضلي، نحن في الاستماع أختي ليندا. معليش، تفضلي يا بنتي. تفضلي الشيخ، كان نصيحة كاينين تغي مفتوحة من الصبر لا توصل ما قلت لي دول المهم الحمد لله حقنا أبري لا فامينا هاك في الضبان كاينين بخاعد فين يقول يقول لي ولا واحد ما غد من غير الغراب فما كان كوخان شهر الساعة يقول أبري الوقت واحد خمسة واحد 30 سنة اكتشف دوك دي لا فامينا بلي تري في المشعوذة دي لا فامي مش فقارة من 30 سنة. نعم نعم سيدتي ليندا، نحن نسمعك جيدا، تفضل واصل. بغيت نصيحة باش نعاون بعض الكنيفاقات بعد جدي براسي في لافامينا ناس معاون ناس خربقت في لافامينا الجيران غير كل جيران تخربقت دابنا ناس يا ودي انا جبتها وشغلاتي في داري تم زوجو مني تروح حكاية المشاغلين تروح حكاية صبت في اللي سمعت عيد في مي شغلنا أقل فورا الشيخ سمت صبت في اللي فلوس ما غير في عامين يدخل فلوس ما عرفها شوية من الميز ثم ظلل الكشيطة كل حالة في مرة مليح الأسئلة إنما كنت نجاوب إن شاء الله. أتسلى نعم إيه إن شاء الله. أبري أبري تردني الضري كني جاتي روحا تتكتش فلا لا فامينا صبت في اللي إما مدخل ميسي لاري يفرق في نظر سبور ولي شوي يتزاوي خميسي لا فامو لا فامو خارحي الجيران ويدنا بيارة الزرع لي ما ولدي مفتي لما يبغني تبقى نفات وخماكي. نعم خميس والله ما تشغل شباب البيو ما ندوف قد سيني رح تفاد الفحل وقت الخدمة غير رح كل خد سيني يوش الجد الحمد لله كل خدمة رح شرعية إن شاء الله بنتي إن شاء الله. إن شاء الله تسمعين الإجابة بإذن الله. تزعجي الحاجة ضرعي يبون مش مارجي حتى تحرقي وتمينه واللي يخبط بنت سعيدة وما تنسى تستهدى عن شو تمنيين وتحسن في الخدمة إن شاء الله تسمعين الإجابة بإذن الله. خمين تجي الجيران سنة على كود ولي سنة شوف الجديد غير الله في إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطيكم الصحة.
شكرا سيدتي الكريمة، بارك الله فيك. إذا تسمعين الإجابة أخت ليندا، ننتقل إلى يمنى من باتنا. السلام عليكم ورحمة الله. فقط أخي أبو بكر بعد يمنى، نتوقف لنجيب على السؤالين ثم بعدها نستقبل بقية المكالمات. إذا يمنى تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. شوف أنا عندي أسئلة في الصلاة. صباح كي نص صباح نصلي مثلا كما الجمعة ما نرقدش حتى نصلي صلاة الضحى ونرقد. صلاة الضحى نصلي زوج أو ربعة أو ستة. نعم. وكي نصلي ربعة ولا ستة كما النوافل نصلي 12 ونص نزيد نصلي 12 ربعة. نعم. وكي نصلي هذه على 12 ونص هذه وعلاش يعني واش المقصود منك بها؟ كذا 12 ونص تصلي 12 ركعة علاش؟ المهم نوافل برك. نوافل الشيخ. صح. ها. وكي نصوم نصوم مثلا خميس واثنين كي نصوم الاثنين والخميس. حشات وحش قدرك بالجنابة معليش من بعد ندوش إن شاء الله. والله ما يجوز والله تجوز ولا ما تجوز. تسمعين الجواب. تسمعين الجواب. سيدتي الفاضلة. الشيخ الشيخ. نعم. والآخر كي نصلي ثاني مثلا كي نصوم الاثنين كي نصوم كي نصوم في الأيام تاع راس الشهر. يا يوم الأيام البيض والاثنين والخميس. ها صحيح. نعم. نصوم تما ايام البيض نصومهم تما كما نقولوا حنايا عادي نورمال. نعم. مثلا نصوم مثلا نصوم مثلا ايام نقولوا الخميس والاثنين ونزيد نصوم ايام البيض ولا ما نزيدش من فوق الاثنين والخميس. ان شاء الله. ان شاء الله. تسمعين الاجابه سيدتي الفاضله. هاي تبارك الله ويكم ربي يعاونكم. شكرا الله يسلمك. شيخنا نشرع اذا في الاجابه على سؤال ليندا من تيزي وزو فقط. الجواب شيخنا حاول لما تعطيه لها بالأمازيغية نعوده بالعربية حتى إن شاء الله يسمعه المشاهدون الكرام إن شاء الله بالأمازيغية. من الأحسن أن نطرح سؤال بالعربية أولا ثم نجيب عليه. سؤال متشعب يعني متعدد الجوانب. أولا الجانب المتعلق بشخصها وأنها تصلي وتصوم وأنها ملتزمة وأنها تطيع الله تعالى غير أنها توجد في جو يخالف هذه القيم وهذا الالتزام. نعم. من ممارسة الشعوذة والدجل والإيمان بالشعوذة والدجل ومن المشاكل العامة الكبيرة بين أفراد الأسرة وبسبب تلك الشعوذة اكتشفت مؤخرا أن هناك شعوذة تمارس في العائلة وهذه الشعوذة لم تؤثر فقط سلبا على أفراد العائلة بل أثرت حتى على العلاقة الجوارية يعني مع الجيران. نعم. طبعا هذا هو الشعوذة والدجل بماذا يأتي؟ يأتي إلا بالهموم والشرور والسموم لأن الشعوذة والدجل أول حاجة هي من أكبر المعاصي لله تعالى وكل شيء فيه شر فيه مفسدة فيه اعتداء على حقوق الغير محرم في ديننا. صحيح. الدين نتاعنا يبني علاقات الناس فيما بينهم على التفاهم على الانسجام على التعاون على الخير على كف الأذى على بذل الندى وعلى الصبر على الأذى. هذا هو العلاقة الجوارية والعلاقة الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة العلاقة بين الأفراد كامل في داخل الأسرة وإلا مع الجيران تحكمها ثلاثة أثافي. الأول بذل الندى يعني الإنسان مطالب منه أنه يكون عضوا نافعا في الأسرة ينفع غيره يفعل الخير ينصح بالخير يدل على الخير يعين على الخير. هذا هو المطلوب من كل فرد في الأسرة. تصور كل فرد في الأسرة يقوم بهذه المهمة هذه تقول لي هذه الأسرة مثالية الأسرة اللي تسعد برفقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لأن الأسرة اللي تكون مثل هذه في هذه العلاقات هذه الأسرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أقرب الناس مجالس يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. وهل هناك أخلاق أحسن من هذه؟ نعم. فإذن
هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الشعوذة، هذا الإنسان أول حاجة يجب أن لا نتهم ما لم تكن عندنا إثباتات. لا يجوز شرعا أن نتهم إنسانا بشيء ما لم يكن ذلك مؤكدا بدلائل وقرائن ثابتة أو بإقرار منه من فاعل ذلك الشيء. إذا ما كانش ما عنديش هذه المعطيات ما عنديش حق نتهم، قل له راه كاين يدير شعوذة يدير دجل يدير كذا، لا ما عنديش حق، لازم يكون عندي إثباتات. وبعد ما نتأكد من هذه الإثباتات والبيانات لازم في خطوات، لأن هذا منكر يجب تغييره. كيف نغير هذا المنكر؟ أول حاجة بالنصيحة، نتقدم من هذا الإنسان الذي يمارس هذا الدجل والشعوذة، أنصحه بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، أدعوه إلى ترك ذلك، وأبين له مفاسد ذلك، وأبين له آثار ما يفعل على مجموع الأسرة. إحنا هذه الأسرة مسؤولين على الحفاظ على تكتلها، على تماسك أفرادها، على وحدتها. فكل شيء يهدد هذه الوحدة ويهدد هذا التماسك يجب أن نقف ضده بصرامة. فإذا أول حاجة لابد أن ننصح ونرشد ونبين الخطأ فيما يفعل. إذا انتصح وقبل منا خلاص، لا نفضحه ولا نشهر به وما إلى ذلك، نستره. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم لا نتهم أي كان إلا إذا قلنا بالإثباتات، لأن ربي وش قال؟ قال إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا الإنسان ينبغي أن يتريث شيء، يعني بعد ما ننصح إذا قبل النصيحة هذه هي، إذا ما قبلش النصيحة وأصر على ممارسة دجاله وشعوذته عندئذ أحذر منه بقية الأفراد، أحذرهم حتى لا يجرهم إلى المفسدة الكبرى اللي هي التقاطع والتناحر والتباغض وممكن الصراعات. فإذا لابد أن أنصح عنه، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي يعني مختصر هذا الذي ذكرته، وهذا الاعتداء حتى على الجيران، يعني هذه الممارسة هذه يصير الإنسان حتى وين، لأن هذو الناس اللي يمارسوا الدجل والشعوذة وشنو هو الأهداف نتاعهم؟ الأهداف نتاعهم باش يبقاو دائما هم الأعليين ويسيطروا على الباقي، يعني يفرضوا على الناس كلهم يطيعوهم ويخافوا منهم ويحترموهم وما إلى ذلك، ولا يكتفون بذلك بين أفراد الأسرة، بل يتعدى طمعهم وجشعهم إلى أن يخضعوا لمشيئتهم حتى الجيران، فيمارسون هذه الشعوذة وهذا الدجل من أجل التأثير وإثارة الخوف في هؤلاء، مخافة أن يصيبهم شرهم يطيعونهم يوافقونهم إلى آخره. فإذا هذا يعني أذى كثير، إذا بذل الندى ثم كف الأذى، الإنسان ما يأذيش الأفراد الأسرة معاه ولا الجيران نتاعو، ثم يصبر على أذاهم، لأن الله غالب إذا أبتلي الإنسان بجار السوء أو برفيق السوء في الدرب في الأسرة وما إلى ذلك يصبر عليه، يصبر عليه. يعني قالوا قديما كانوا ثلاثة شبان عجل إليهم الشيب، يعني شابوا قبل الوقت. نعم. فجاء بهم إلى السلطان، سأل الأول أنت لماذا شبت؟ وش شيبك؟ قال له يا سيدي السلطان أنا أعطاني ربي واحد المرأة كيما عملت ما قدرت لهاش. قال له جلدوه 100 جلدة. يا سيدي السلطان لماذا؟ قال له روك تشوف. جاء الثاني، أنت يا سيدي لما عجل لك الشيب؟ قال هذا. قال له يا سيدي السلطان أنا عندي واحد الجار كيما عملت معاه ما سلكتش. قال له جلدوه 100 جلدة. جاءوا بالثالث، أنت واش شيبك؟ قال يا سيدي السلطان خويا ابن أمي وأبي، منحرف فاسد يعمل إلا الفساد، فنصحته وأرشدته وما إلى ذلك،
فأخجلني وجعلني أخجل من الناس وأن أري وجهي إلى الناس وأن أحدث الناس وما إلى ذلك. قال هذا أعطوه 1000 دينار. سأله أحدهم قال بما يعني هذا؟ قال الأول عنده زوجة، هذا الزوجة موجودش فيها خير، كاين 1000 امرأة ومرأة موجودش فيها عشرة طيبة، موجودش فيها امرأة صالحة، موجودش فيها امرأة اللي تعاونوا على طاعة الله تعالى، يلا يطلقها يفارقها يجيب غيرها. هذا جار أرض الله واسعة، موجودش الخير في الجار هذا، حاول وحاول ونصح وما قدرش، يلا غير كما قالوا احنا في الدرجة، اعمل كما عمل جارك ولا غير باب دارك، يلا تحول إلى جهة أخرى توجد ربي إن شاء الله جار يعطيك جار مليح. لكن هذاك الثالث اللي أعطاله 1000 دينار قال له هذاك خوه ولد باباه ويماه، واش راح يدير به؟ لاصق فيه، يازم هو اللي يستروه، هو اللي يحمل عليه، هو اللي يدافع عليه، هو اللي يعوض الناس في الخسارة نتاعو وما إلى ذلك. الله غالب عليه، ما عندوش مفر منه، هذا لازم نكرموه، لأنه إذا ما استرش خوه شكون اللي يستره؟ صحيح. إذا ما حملش هو خوه شكون اللي يحمله؟ إذن هذا الجواب باللغة العربية، بالعربية هي تنتظره بالأمازيغية. على كل حال احنا نقوله باللي خميني أخذ زلات تزموت حافظة فيني تخدمتك خاطر تظليت ضربت يدي فرضا، الصيام ضربت يدي فرضا، الصيام شهر رمضان، لكن الصيام وسنط السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يغدي السكن الفضل والخير وين لا يزوم من السنني وين لا يزوم من الاثنين ذي الخميس. إنك الرسول صلى الله عليه وسلم سقسنت ننسي واش تزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم واس الخميس، إنك فيه ما يرفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني ذو السنيق واش يقتالي لخذ من بنادم غير ربي سبحانه عز وجل، كي بغي ما يولي الفعلي غربي هذه اللي غزمة، يعني هذه اللي قطاعة. أيام البيض سنين من الليل 13 14 15 الشهر القمري هذه، وإذا غني والصياغ في لسان النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر، والصياغ في لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان صحبيين أبو هريرة وأبو ذر الغفاري يرضوا ربي في اللسان سنين نندي والصياغ وحبيب النار صلى الله عليه وسلم باللي ونقانا رانا منزل الوتر باللي انزل الضحى نحافظ صلاة الضحى وباللي انزوم 3 أيام كل شهر يوم درسن نايد زوم الثاني من الليل، يعني 3 أيام من كل شهر جعليهن قول ثاني من الليل 13 14 15 كل شهر، يعني معناها سعان الفضل مقر غير ربي سبحانه عز وجل. هي فكا بنادم هذا يخدم الطعايه يقيم ويتكشف تاك باللي يخدم الشعوذه يخدم الدجل، يعني يخدم السحر كما قالت لهم كنيه الى اخره، ويسر ما الا صعيد الثبوت في اللاس غاسس مصليت بصح قبل اسم صليت تفتح تغم الدنيا الى غاسس تحت قبل اصلي طفلان غافل سان فلانا ذي العيب وين تخدمتك أتحبصتنا غاث أنا كم تفضح. وكذلك الحال ما إلا سعطر ثبوت سسم، إن جاءكم فاسق بنبائين فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما إلا إن يمد حد كان كابل فلان تخدم السحر أنا فلان يخدم السحر بلا ما إلا ثبوت استمنى تغرى الرئيس سسم ونشرر أنشتع قرط اللي الضرر من الشعوذة الدجل القخام، لكن ثلا يتعدى حتى غير الجيران، لأن وين يخدم من السحر وين يخدم من الدجل ماذا به من دنك وهذا يحكم ذي قسم أسطعن مرة أستغن الرأي مرة ما إلا وذي لنز داخل العائلة يحكم قرأيك هذا ذي قسم يكرم ولي حكيم لا ماذا به هذا يحكم قل جيران هذا يحكم قل جيران اللي بعد شوية معنى هذه قلت نسياني يكن قارن تولان كوني قلقنوس زبدة فوق الماء زيت زين نقوامان خطر من زدرن زيت يتسالي سفلا إيه فكا ونتصغر الرأي ونخدمها لها وسنتعاونها لها ما يقوم ما غادي يحبس نصحيتي يقوم ما غادي يحبس أنحذر
السنين يعني وزن الاثنين حاضر ثلاثة فلان يخدمها كذا وكذا أثر الفضحة أدي هذور بالخلقيس إن شاء الله إن شاء الله شيخنا إنك تصلي الضحى وتصلي يمنى الأخت يمنى من أم البواقي تقول باللي كي تنوض الصباح ما ترقدش حتى وين تصلي الضحى صلاة الضحى فيها أربع ركعات ست ركعات هي الآن حابة تفهم عدد الركعات ثم هي تقول لك بعد كي يلحق صلاة الظهر تصلي أربع ركعات بعده أربع ركعات هي حابة تفهم كذلك صلاة الراتبة كيفاش تكون شيخنا نعم بارك الله فيك شكرا أولا نبدأ بالأخيرة هذه بالراتبة الراتبة الصحابية الجليلة التي روت الحديث قالت أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثنتي عشرة ركعة في اليوم ثنتي عشرة ركعة في اليوم ركعتي الفجر هذوك زوج ركعات نتاع الفجر هذوك راتبة تاع الصبح لأن الراتبة سميت راتبة مرتبة وهي نافلة على الفرض يعني إما تتقدم وإما تتأخر لكن مرتبة فلذلك سميت راتبة إذن زوج ركعات نتاع الفجر هذيك راتبة نتاع الصبح أربع ركعات قبل الظهر أو لو ستة بعد الأذان قبل الصلاة زوج بعد الظهر ولو ثمانية زوج بعد صلاة المغرب ولو عشرة زوج بعد صلاة العشاء هم ولو 12 هذو هما 12 ركعة نتاع الرواتب وهناك نافلة أخرى سماها بعض العلماء المنجية يعني تنجي صاحبها من النار تنقذ الإنسان من النار أربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان وقبل الصلاة وأربع ركعات بعد صلاة الظهر والإنسان يقدر يدخل نية في نية في الراتبة وهذه الأربعة نعم معناها يصلي أربع ركعات اللي قبل ينويها أربعة وينويها الراتبة ويصلي أربع ركعات اللي من بعد ينويها راتبة في الركعتين وينويها أربع ركعات في الربعة نتاع بعد الظهر هذه الإنسان ربي يحرم عليه جهنم واللي يداوم على ربع ركعات قبل صلاة العصر بعد الأذان وقبل الصلاة ركعتين ركعتين هذه أيضا الإنسان اللي يداوم عليها ربي يحرم البدن نتاعه على النار لذلك العلماء سموها المنجية يعني التي تنجي الإنسان من النار صحيح في شقها وعندنا هذا بالنسبة للصلاة اللي تصليها نعم. تقعد يعني بعد صلاة الصبح تذكر وما إلى ذلك حتى تصلي الضحى أنا نقول لك هنا كاين حاجتين نعم. كاين صلاة اللي عندك فيها أجر الحجة والعمرة تامتين تامتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سن اللي يصلي الصبح يبقى في مكانه يذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو الله ويستغفر ويهلل ويسبح ويكبر حتى تشرق الشمس مقدار رمح يصلي ركعتين هذو راهو عنده الأجر نتاع الحجة والعمرة تامتين يعني كاملين ومع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كأنه حجة واعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حجة وعمرة تامتين تامتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما صلاة الضحى فهي تقدر هذه الركعتين تسميهم ضحى وتسميهم ركعتين كما تقدر تزيد من بعد يعني شروق الشمس وطلوعها مقدار الرمح ثم تفتح الضحى حتى نص ساعة ولا 20 دقيقة قبل الظهر كل هذا وقت نتاع الضحى تصلي ركعتين تصلي أربعة تصلي ستة تصلي ثمانية تصلي عشرة تصلي 12 يعني أقلها ركعتين وأكثر أدناها 12 هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني بركعتي الضحى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل مفصل من مفصل العبادة عنده لازم يجيب حسنة صحيح 360 مفصل نعمة من عند ربي لازم نشكر النعمة نجيب حسنة عن كل مفصل الصحابة رضي الله عنهم قالوا شكون اللي يجيب شكون اللي يقدر يجيب 360 حسنة كل صباح فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الضحى تجزي عن ذلك كي تصلي ركعتين نتاع الضحى هاو عندك 360 حسنه نتاع المفاصل نتاعك صحيح هذا بالنسبه للضحى
وبالنسبة لموضوع أما 12 الصيام. ركعة بعد 12 ونص 12 ونص 12 ونص صلي ما شئتي، أوقات تحل يعني تصح فيها النافلة وتحل فيها النافلة صلي ما شئتي، لكن عندما يبقى للظهر ربع ساعة 10 دقائق توقفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا على التنفل في 3 أوقات، ما بين الفجر وشروق الشمس مقدار رمح، وعند الهاجرة هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم عند الهاجرة، والهاجرة هي ذيك العشر دقائق ولا ربع ساعة قبل الظهر، يعني عندما تكون قرص الشمس في وسط السماء ما عندوش الظل قبل ما يزول، وكذلك ما بين العصر والمغرب. صحيح. وفيما يخص الصيام شيخنا، سؤالها فيما يخص الشخص تصوم الصيام وهي جنوب. وهي جنوب، نعم. على كل حال الصيام لا يستوجب الطهارة، لكن الصيام ركن من أركان الإسلام، والإسلام بني على 5، والركيزة الأساسية التي بعد الشهادتين كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. صلاة. بني الإسلام على 50، الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الأولى. الثانية مباشرة إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. شوفوا الصوم راهو في الدرجة الرابعة، يعني من حيث الترتيب في الحديث راه تعدات الصلاة وتعدات الزكاة، فكيف نعمل بالصلاة اللي هي أولى في من حيث التوكيد على الصيام؟ الصيام نقدروا إذا كنا مرض ما نصوموش، ناكلوا ومن بعد نقضيوا، لكن الصلاة ما نقدرش نخليها ولو كنت مريض لازم نصليها، إذا ما قدرش نصليها واقف نصليها قاعد، لكن ما نبطلش الصلاة. إذن الإنسان كيفاش يصوم؟ يعني يبقى يخلي يحافظ يبقي نفسه على جنوب يوم كامل. والصلاة وراه دروك إذا كان الإنسان ما صابش الماء، ما عندوش الماء، الله غالب، يصوم وصومه صحيح ويصلي بالتيمم. إذا كان مريض ما يقدرش يغسل، يقدرش يستعمل الماء، المرض نتاعو يزيد ولا يزيد يمرض أكثر، أنا نقول له ما تغسلش، صلي بالتيمم وصوم وصومك صحيح. لكن في النهاية إذا صام ولم يفطر ولم يفسد صومه ولو على جنوب صومه صحيح، ويكون آثما على صلاته التي لم يصلها. صحيح شيخنا. شكرا شيخنا على هذه الإجابة والإفادة في أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين. أخي أبو بكر، هل هناك اتصالات هاتفية؟ ريثما لا صوم، ريثما تحضر الاتصالات الهاتفية، نعود إلى تجزئة الجزء من السؤال. نعود إلى تكملة السؤال شيخنا، لكن نطلب من أخي أبو بكر أن يحضر لنا بعض الاتصالات الهاتفية، لأن الأسئلة قد نفذت من عندنا. تفضل شيخنا. صوم أيام البيض عادي، وتصوم الاثنين والخميس، هل تصومهما معا أو تكتفي بأحدهما؟ يعني وليغني عن الآخر، كل حاجة في مكانها. الاثنين والخميس سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وربي قال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معناها المأمورين باش نعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن مدام النبي صلى الله عليه وسلم اعمل هذا الخير، ما يلزمش نفوتوه على نفوسنا ونضيعوه، نخدموه كما خدموه. إذا نصوم الاثنين والخميس. أيام البيض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومها ويزيد يرغب في صومها. إذا نصوم الاثنين والخميس ونزيد نصوم لأيام البيض، ونكون جمعت الخير كله، وربي يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا. أم أيمن، إذا نستقبل أم أيمن من برج بواريريج. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا سيدة أم أيمن. عليكم السلام. مرحبا بك. مرحبا شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي أسئلة مع الشيخ. تفضل، نحن في الاستماع. شكرا سيد.
سيد. عندي الاب تاعي شيخ منذ فتره، ملي كما نقولوا كما كنا صغار كان يملك حاشاكم دابه كما نقولوا هكذا، يمارسها يتنقل بها بالاشغال نتاعو، رغم انه كان عندهم جرار، عندهم وسائل الفلاحه. نعم. نعم، وبهذه سقسك على هذه الدابه. كان الاب تاعي كانت انه حاشاكم كرمك الله قطع لها الثدي تاعها. نعم. كي كان يتنقل بها انه يروحوا بها يديوا بها كذا اشغال ويقوموا باشغال، باه لانه ذيك الدابه اكرمكم الله تقعد يعني تمارس بها الاب تاعي الاشغال تاعو، انه باه ما تتعبش هذيك، انه كانت كي تجيب تضع المولود تاعها ما يلقاش باه يرضع، لان الاب تاعي قطع لها الثدي تاعها. نعم. والمولود تاعها كان كيزيد نقولوا يوم يومين ثلاثه، ومن بعد ما يلقى ما يتوفى. يتوفى. كان انه الاب تاعي كان يديها اكرمكم الله الى حيوان اخته، ما يلقاش يعني نقولوا ما بصح كان المولود تاعها يموت بعد يومين ثلاثه يموت. السؤال يعني السؤال مفهوم سيدتي الكريمه. ما حكمها؟ وعندي سؤال ثاني، ما حكمها يعني؟ يعني مفهوم السؤال. تفضلي بالسؤال الثاني. والسؤال الثاني هو عندي الزوج نتاعي يعني عنده مشاكل عائليه مع مع الاهل نتاعو ومع نعم، وخاصه عنده اخته هكا قاطع معها صله الرحم تماما، ما يزورها ما تزوره هي، انه كاين مشكل عائلي نقولوا هكذا، اخته صرا لها مشكل مع بنتها هكذا مشكل يعني ما قدرت يعني نغطروا على الحصه، بصح هو ديما يحلف يقول اذا مت ما تحضر جنازتي، ولا هي الا ما تمرضش، وانا ديما نقول له هكذا يعني كيف بنتها كانت يعني غلطت غلطه لازم نعذرها، بصح هو ما كانش واحد من العيله نقولوا دخل انه يهدي بيناتهم والله. نعم. والسؤال تاع الشيخ، انا كان والله انا طلبكم تدعوا لي اني نهز حمل ونجهض، ما يكمل لي شهر شهرين، ومن اللي جبت ابني الاول شهر شهرين بعد يموت لي يعني. ان شاء الله زعما نسقسيكم تسمح لي. رزقك الله الذريه الصالحه وكل المؤمنين باذن الله في كل المعموره. الشيخ يقولوا لي انك تقطعي هذه السيابه يعني سمحوا لي، لا تكون حلال ولا حرام يعني، انا مانيش صح نصلي ونرقي هكا في الماء وبالصح قاعدين يقولوا لي ما فيها. سيدتي الكريمه، نحن لم نفهم في سؤالك الثالث حلال وحرام. علت سبعه اكرم سبعه يقولوا لي اقطعي السبعه، بصح انا نقول لهم يعني هكذا نموت، يقولوا لك ما فيها والو راكي تروحي غير تنحي المرض، بصح انا نقول قاعد متخوفه هكذا ما نقدرش. نعم. وتدعو لكم تدعو العائلة هكا زوجي هكا، كاينه مشاكل كاينه هكا امور، تدعو لهم يعني ربي يهدينا ويهدي الناس اجمعين. كاين واحد نقول يسمع هدره يوصلها، وما ما ديما انا كي نهدر له ونقول له هكا نقول له ما تفش، بصح هو دعو له هكا خفيف يتقلق يقول لي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا شيخ وسمحوا لي وربي يعاونكم. شكرا. شكرا سيدتي الكريمه. إذا نعتذر عن انقطاع المكالمة، مكالمة الأخت صليحة. شيخنا نشرع في الإجابة على الأسئلة. سؤال أم أيمن من برج بوعريج، الأول الذي تقول فيه بأن والدها كان يشتغل بالفلاحة وكانت لها له دابة قطع ثديها، والمولود عندما يولد يوم أو يومين لا يجد ما يرضع فيتوفى، فما حكم هذا الفعل؟ نعم، نحن شريعتنا تأمرنا بالرفق بالحيوان. نعم. سواء كان حيوانا كبيرا كالدابة التي تلد كل سنة أو ربما مرتين أو كذا في السنة، ومولودها يحتاج إلى أن يعامل معاملة المولود مع أمه. طبعا المولود دائما أول غذاء له لبن أمه، شئنا أم أبينا، وهذا شيء فطرة فطر الله المخلوقات عليها. يعني حتى الحيوان، هذه الدابة الصغيرة يعني هذا المولود الصغير، جحش احنا يسميه في المصطلح العامي، هذا الجحش الصغير أول ما ربما يتحرك يبحث عن ضلع أمه حتى يتغذى منه، فإذا لم يجد ضلعها ولم يأخذ حقه طبعا سيموت. هذا القطع للضلع
هو السبب في في وفاة المواليد نتاع هذه الأتان. نعم. فهذا فيه إثم، فيه اعتداء. إذا كان عملت هذا الشيء هذا، قطعت ضلعها ومنعت إمكانية إرضاع مولودها، لا تتركها تحمل. نعم. يعمل مجهودك أن تعزلها وأن تمانع أسباب الحمل بالنسبة إليها. أما أن تقطع وتترك الحرية لممارسة ما به تحمل، واللي هنا تسببت في قتل هؤلاء المواليد بغير عذر وبعذاب، لأن المولود يعني الكائن الحي مهما كان، عندما يكون موته بسبب الجوع يكون موته بطيئا، والموت البطيء يترتب عليه عذاب ومعاناة، فهو يعني فهو آثم على تلك المعاناة وذلك العذاب الذي يتسببه في ذلك المولود قبل موته. صحيح. شكرا شيخنا. تقول في سؤالها الثاني بأن عفوا وهذه الأم راهي تعاني عندما تجد مولودها وتحاول أن تحضنه وتحاول أن تغذيه ولا تجد، لأن صاحبها يعني قطع هذا الضلع هذا، خلاص حرمها استأصله، فهذا أيضا آثم. يعني هذا المعاناة نتاع الأم هذه بالذاتها، راه احنا مطلوب منا أن نرفق بالحيوان، كي تكون حامل نحافظوا عليها وما نحملوش عليها ثقيل وما نخليوهاش تجوع وما نخليوهاش تتعب بزاف إلى آخره، وعندما تضع نرعاها كما نرعى أي أم. صحيح. يعني في سؤالها الثاني تقول بأن زوجها لديه مشاكل عائلية، لديه خصومة بينه وبين أخته، وفي أفراد العائلة لا يوجد من يهدي بينهم إلى الخير، وإنما يذكون هذا المشكل ويتفاقم يوما بعد يوم، فما توجيهكم شيخنا؟ والله أولا نقول ربي صلح أحوال هذه الأسرة، ولكن الزوجة الصالحة نشكرها على هذا الهم الذي حملته بشأن زوجها، فهي قلقة من أجله كيف يكون على هذه القطيعة مع أخته، ولكن نقول لها أيضا افعلي شيئا من أجل الصلة بين الأخ وأخته، يعني حاولي أنك تقنعي زوجك بالكلمة الطيبة بالنصيحة بالإرشاد، وخاصة تخير الأوقات التي يكون زوجك في حالة نفسية يقبل النصيحة ويقبل ما تنصحينه وترشدين به إليه، يعني توجهونه إليه، فعندئذ أعينيه، كوني معينة له على إصلاح ذات البين. إحنا راه ما كانش طاعة أكبر بعد تقوى الله تعالى من إصلاح ذات البين. سورة الأنفال قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مباشرة بعد تقوى الله الأمر بإصلاح ذات البين، ما تتركيش المشاكل تتفاقم والقطيعة يعني يعلو حاجزها وحجاء حاجبها والقطيعة تزيد تكبر بين الأخ وإخوته وأخواته، لا أنت كوني معينة لزوجك على طاعة الله، ومن أكبر الطاعة صلة الرحم، حاولي تقنعيه بالكلمة الطيبة، وأن تصلي أخته ولو في غيابه، وأن تهديها باسم أخيها، دي لها هدية، قال هذه خوك فلان راه هو اللي بعثني بها، ما كانش هو ما بعثك ما عطاك، لكن باش أخته هذه تلين قلبها وتفكر وتقول كيفاش خويا راه يبعث لي الهدايا ويسقسي عليا، والله غير عيب عليا، لا نروح نطلب منه السماح وتسامحه، وان شاء الله يكون تكوني سبب وعندك اجر كبير، لأن يهدي الله رجلا على يديك خير لك من حمر النعم وخير لك مما طلعت عليه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للامام علي رضي الله وسلم. صلى الله عليه وسلم. هي تسألك الدعاء بأن نعم يرزقها تحمل الذرية. تحمل وتجهض، تحمل وتجهض، وهذه مسألة على كل حال طبية، أنا نقولها ما تأخذيش بالكلام هذا اللي يقولوا لك تابعة وتابعة ومش عارف شنو هو هذا الكلام هذا نتاع العجزة والذين يهربون من الواقع ويهربون مما يجب فعله، لأن احنا الإنسان هذا إنسان عنده جانب مادي جسدي. شيخنا استسمحك نستقبل مكالمات ثم نكمل الإجابة عن السؤال.
توفيق من تلمسان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أخي توفيق. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. حياك وضياك ونورك، نحن في الاستماع، تفضل. حياك اللهم أمين. ندعو الله أن ينفعنا بشيخنا الفاضل، بعلم شيخنا الفاضل. يا ابن آمين يا ربي، آمين. وأولا أدعو شيخنا الفاضل أن يدعو للوالدتي بالرحمة والمغفرة. دعاء للوالدة. ربي يرحمها إن شاء الله. آمين يا رب. وسؤالي نعم. عندما كانت تحتضن والدتي رحمة الله تعالى عليها، قرأت عليها شيئا من القرآن. والآن نعم. عندما أذهب لزيارتها بالمقبرة، أكرر هذا ذلك الشيء من القرآن الذي تلوته عليها، يعني أخص نفس الآيات التي قرأتها عليها عندما كانت تحتضر، فهل هذا يجوز أم لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا شيخنا الشيخ أبو عبد السلام، نعود إلى الإجابة عن السؤال فيما يخص العين والتابعة وما نعم. يقولون لها بأنه يتوجب عليها قطعها. الإنسان جسد وروح، الجسد ما يعانيه من الأمراض العوارض يعني التعريض له، علاجه مادي، لأن الجسد مادي مخلوق من التراب، فلا بد من أي مشكلة تحدث في هذا الجسد علاجها يكون ماديا. هذا العلاج المادي من المتخصص فيه الذي يعطي ما يناسب ذلك الداء؟ هو الطبيب الذي درس حياته في التعامل مع هذه الأجسام وما يعتريها من الأمراض وما يناسبها من الأدوية. فلذلك الإنسان ينبغي أن يذهب إلى المتخصصين من الأطباء. والآن طب هذا نتاع علم يعني الأطباء المتخصصين بأمراض النساء وأمراض الإنجاب وما إلى ذلك، يعني الخصوبة، الآن من الأمراض التي انتشرت ومن الأمراض التي أحيطت علميا بكل أسرارها. الجينيكولوج هذا يعني هذا الأطباء المتخصصين في أمراض الأجهزة المتخصصة هذه، سواء كان في الرجال أو في النساء، أدرى الناس بها هم الأطباء. فقل لك روحوا للطبيب، ما تروحوا لا للطالب ولا للمشعوذ، روحوا للطبيب. الطبيب يعطي لك أشعة، يعطي لك تشخيصات، يعطي لك تحاليل، ومن خلال ذلك كله يكتشف الخلل فيعطيك الدواء المناسب، وربي إن شاء الله يجعل فيه خير إن شاء الله. أما قضية الرقية، الرقية الشرعية مقبولة وجائزة، الرقية التي تكون بكلام ربنا ودعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا كان الراقي هذا يقرأ عليك القرآن ويدعي لك بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي لك بالأدعية العامة التي تحافظ على حملك وتيسر عليك عملك عملية الإنجاب، هذا كله جائز. فقط ابتعدي عن الراقي الذي يدعي علم الغيب ويبقى لك يقول لك كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذه ما كان لا فيها لا تابعة ولا متبوع. صحيح شيخنا. شكرا شيخنا. توفيق من تلفسان يقول هو أولا نترحموا على أمها. شيخنا قبل ما نترحموا على الوالدة تاعو، هي طلبت منك أنك تدعو لها بإنجاب الذرية إن شاء الله. والله ندعو لها ولجميع المؤمنين بأن يرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة إن شاء الله يا رب، وأن يفتح عليهم إن شاء الله ويفك عليهم عقدة الإنجاب هذه إن شاء الله، ويعطي لهم إن شاء الله الخلفة اللي تسعد بهم بيوتهم وتقر بهم عيونهم إن شاء الله إن شاء الله. شيخنا في دقيقة هو يقول قرأ على والدته نعم. شيء من القرآن، هل هذا جائز؟ نعم، فيها الحديث الضعيف، يعني حديث هذا راهو ضعيف، ولكن ما دام المسألة متعلقة بفضائل الأعمال معليش. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا، قلت ضعيف، اقرأوا ياسين على موتاكم. والعلماء قالوا المراد هنا أن نقرأ سورة ياسين عند على المحتضر الذي صعبت عليه سكرات الموت، نقرأ عليه سورة ياسين. إذا كنت تقرأ عليه سورة ياسين في قبرها ولا تقرأ سورة الفاتحة، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى
بقراءة سورة الفاتحة وخاتمة البقرة عند قبره. افعل هذا وربي ينفع أمك إن شاء الله. اللهم انفعنا وانفع كل المشاهدين بإذن الله. شيخنا شكرا لك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الأعداد المقبلة بإذن الله.